لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنشر المزيد إن شاء الله. قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان فيهم الأشد بن عبد القيس وكان على رأسه، فقال صلى الله عليه وسلم: مرحبا بالقوم غير خزايا ولا ندامة. يا رسول الله، إن بيننا وبينك المشركين من مضر، وإنا لن أصل إليك إلا في أشهر الحرم ذو القعدة وذو الحج والمحرم ورجب. حدثنا بجمل من الأمر، إن عملنا به دخلنا الجنة وندعو به من وراءنا. قال صلى الله عليه وسلم: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع: الإيمان بالله. هل تدرون ما الإيمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن تعطوا من الغنائم الخمس. وأنهاكم عن أربع: من تتبد في اللباء والنقير والحنتم والمزفت. وقال النبي صلى الله عليه وسلم للأشج بن عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأناء. يا رسول الله، خلقان تخلقت بهما أم جبلني الله عليهما؟ قال صلى الله عليه وسلم: بل خلقان جبلك الله عليهما. الحمد لله الذي جبلني على ما يحبه الله ورسوله. لقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وفد عبد القيس بأربع ونهاهم عن أربع: أمرهم بالإيمان بالله، وهو شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وأن يعطوا من الغنائم الخمس. ونهاهم عن أربع: من تبد في الدباء والنقيع والحنتم والمزفت. والدباء والنقيغ والحنتم والمزفت، هذه الأسماء الأربعة لأنواع من الأوعية والآنية التي كانوا يضعون فيها النبيذ، وقد نهاهم عن الانتباد فيها لأنها كثيفة تصير النبيذ مسكرا ولا يعلم صاحبها. والدباء القرع اليابس يفرغ ويجعل إناء. والحنتم آنية كبيرة مدهونة خضر كانت تحمل فيها الخمر إلى المدينة. والنقير جذع النخل ينقرونه ثم يضعون فيه الخمر. والمزفت الوعاء المطلي بالزفت. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنشر المزيد إن شاء الله.